وعليه وصلنا لمساحتنا الطبية لليوم. كثير من الأشخاص بيعانوا من مشاكل القلب وبتتعدد الأمراض القلبية، ولكن بمساحتنا لليوم رح نتعرف على أمراض صمامات القلب وكيفية تدبيرها، شو الأمراض والعلاجات. أكيد رح نعرف كل التفاصيل لليوم، وبيسعدنا نرحب بالدكتور حسن إبراهيم، اختصاصي بالأمراض الداخلية والأمراض القلبية. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وصباح الخير لكم ولكل بلدنا ولكل مشاهدينكم. يسعد صباحك دكتور. يعني بالبداية أمراض القلب عديدة، ولكن اليوم نحن اخترنا موضوع هي صمامات القلب. خلينا نحكي بشكل مفصل وعلميا شو هي صمامات القلب. الصمامات أو الدسامات القلبية هي أجزاء من العضلة القلبية تسمح للدم بالمرور ولا تسمح له بالعودة. في عنا نوعين من الصمامات، الصمامات الأذينية البطينية يلي هي بين الأذين اليسرى والأذين اليمنى وبين البطين الأيسر والبطين الأيمن، والصمامات البطينية الشريانية يلي هي تسمح للعضلة القلبية أن تضخ الدم عبر هالصمامات إلى الشرايين ولا تسمح له بالعودة. إذن هي أجزاء من العضلة القلبية تكون على شكل وريقات مدعومة بعضلات أحيانا. هذه الصمامات تسمح للدم بالمرور ولا تسمح له بالعودة. بالعودة. دكتور حكينا عن نوعين من أنواع الصمامات، خلينا نحكي عن الأعراض، وهل يا ترى بتختلف حسب نوع الصمام؟ بالتأكيد الصمامات هي تصاب بنوعين من المرض، إما تصاب بالتضيق نتيجة تليف الصمام أو انسداده، أو تصاب بالقصور، يعني الصمام ما حد يقدر يمسك منيح، وبالتالي الدم لما يمر ممكن قسم منه يرجع للمحل اللي طلع منه. فعلى سبيل المثال الصمامات الأذينية البسطينية يهنن الصمام التاجي والصمام مثلث الشرف، قد تصاب بالتليف نتيجة مرض تعرضت له، فتسمح لا تسمح للدم بمرور بشكل كافي، وبالتالي هالشيء رح يؤدي لتوسع الأذين اليسرى واليمنى. الآن إذا ما عاد سكرت الصمامات بشكل جيد فرح تسمح للدم بالتهريب، بيصير الصمام بيهرب، بيصير قسم من الدم يمرق، بس لما يرجع يسكر الصمام ليمنعه من الرجعة لورا ما عاد يقدر يسكر بشكل جيد، وبالتالي يصير في عنا قصور بالصمام وعودة الدم عبر الصمام إلى الخلف. هالشيء رح يأثر على العضلة القلبية ككل، رح يساوينا إذا كان تضيق توسع في الأذينتين، وإذا كان قصور رح يساوينا توسع في الأذينتين والبطينين. أما الصمامات البطينية الشريانية فهي أصيبت بالتضيق، هي مشكلة كبيرة، ما رح يكون في نتاج كافي للعضلة القلبية، وإذا أصيبت بالقصور أو التهريب رح يصير في عنا توسع سواء في البطين الأيمن أو الأيسر. إذن أهم مرضين بيصيبوا هالصمامات هن التضيق والقصور، تضيق ما عم تسمح للدم يمر بشكل جيد ومريح، والقصور في تهريب بالصمام عم يخلي الدم يرجع لورا. طبعا حسب كل إصابة صمام هناك أعراض موافقة يشكو منها الشخص. تمام دكتور، هون قبل ما يعني بدنا ندخل نحن بعمق الأعراض، ولكن في كتير من أمراض القلب هي بتجي صامتة شوي شوي، بعدين يمكن بيوقع الإنسان فرد واقعة بيكتشف أنه كان عنده مشكلة بالقلب. هون خلينا نحكي بالبداية شو هو الشعور يلي بحسه المريض، بعدين خلينا ننتقل إلى الأعراض الرئيسية يلي هي بتقول تقول انه في مشكله بالصمامات. معظم الحالات المرضيه تكون خلسيه، يعني تكون لا عرضيه. التضيق يصيب الصمام بشكل خفيف ويتطور بالتدريج شوي شوي، وبالتالي بالمرحله الاولى المريض ما راح يحس من اعراض او يشكي من اعراض ابدا، لكن مع تقدم المرض نتيجة ظروف معينة يتعرض لها الجسم فبيصير انكسار معاوضة بالعضلة القلبية، تظهر أحياناً الأعراض بشكل فجأة. الآن هو كون التضيق خفيف أو القصور خفيف فرح العضلة القلبية في البداية تتأقلم مع هالتضيق أو القصور، ويحدث فيها يعني
تبدلات في البنية التشريحية تتواءم مع المشكلة اللي أصابت الصمام. فإذا كان في تهريب البطين يعني بلش يتوسع شوي شوي وممكن يتضخم أحيانا شوي شوي إذا كان في تضيق بالصمام. هلا هيك لمرحلة متقدمة. في المرحلة المتقدمة سيشكو المريض عندها من أعراض، وكل صمام حسب الإصابة تبعه. نحن في عنا 4 صمامات، الصمام التاجي والأبهري اللي هن أكبر صمامين، وهن اللي معظم الصمام يعني عادة هن اللي يصابوا أكثر من غيرهم. على سبيل المثال الصمام الأبهري اللي يصاب بالتضيق بشكل تدريجي والتكلس مع تقدم العمر، والصمام التاجي يلي يصاب على سبيل المثال بالحمى الرثوية واللي هي إصابة عادة تبدأ من الصغر بعمر 15 سنة وتظهر الأعراض بالعشرين 25 سنة. هلأ حسب كل إصابة صمام تظهر الأعراض، والأعراض في لها رينج واسع، لكن معظم الأعراض يلي نحن رح نشوفها سواء في التضيق أو القصور هي التعب واللهثة، الزل الجهدية، عدم تحمل الجهد، أحياناً الخفقان وتسرع القلب كما يحدث في الصمام التضيق التاجي نتيجة الرجفان الأذيني بسبب توسع الأذين اليسرى على سبيل المثال. فهي معظم الأعراض تتماشى مع كل إصابة صمام على حدة، لكن معظم الأعراض هي التعب وعدم تحمل الجهد والخفقان، وأحيانا قد يصاب الإنسان بنوب من الغشي، وأحيانا قد يصاب الإنسان في مراحل متقدمة بزلة اضطجاعية، المريض عم يلهت وهو متسطع على ظهره على سبيل المثال. وهناك أعراض كثيرة جدا كل صمام حسب إصابته. دكتور، من الأعراض اللي عم تذكرها حضرتك بتتشابه مع أمراض القلب الأخرى من حيث اللهثة والشعور بالتعب، خلينا نحكي درجة خطورة هذا المرض صمامات القلب بالنسبة لأمراض القلب الثانية. لا شك أنه في التضيق التاجي والأبهر الشديد يلي هن أهم صمامين يصابوا، الخطورة تكمن في أنه تؤدي إلى ضعف في العضلة القلبية، وقد تحدث أحياناً الوفاة بشكل مفاجئ نتيجة إصابة الصمامات بتضيق شديد خاصة الصمام الأبهري. إذن يعني الخطورة تزداد كلما زادت شدة التضيق أو القصور حسب الصمام المصاب. المرضى يعني يعانوا من التعب واللهثة وعدم تحمل الجهد نهائياً، لكن أحياناً نتيجة اضطرابات النظم السريعة قد تؤدي هذه الاضطرابات النظم أحياناً بحياة المريض. على كل، نحن كل ما تقدمت إصابة المرض وكل ما أصيب الصمام بالتضيق الشديد أو بالقصور الشديد تكون الأعراض متوائمة مع شدة التضيق وشدة القصور. نعم دكتور، خلينا نحكي يعني من هن الأشخاص اللي بينصابوا بانسداد بصمامات القلب؟ هل في مرض معين يؤدي إلى الانسداد بالصمامات؟ بأي عمر هن الأكثر يعني عرضة للانسداد بالصمامات؟ هلا أسباب تضيق في أمراض يعني في مثلا هذا المرض تضيق بيعمل الصمامات وقصورها هي أسباب متعددة جدا وأسباب كثيرة جدا. خلينا نحكي على الحالات اللي أشيع يلي ممكن نشوفها أكثر. على سبيل المثال الصمام التاجي قد يصاب بالتضيق والتليف والقصور خاصة في إصابة الإنسان بالمرض الحمى الرثوية، والحمى الرثوية هي عادة مرض تنتج بسبب التهاب اللوزات. نتيجة تأثير التهاب اللوزات بيصير في عنا ارتكاز مناعي بالجسم ينتقي الصمام التاجي في معظم الحالات، فيحدث تضيق بالتدريج شوي 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 بهالصمام، وهالمرض نشوفه عادة في الأعمار الصغيرة يعني في أعمار 15 إلى عشرين سنة، في حين أنه التضيق الأبهري هو مرض الكبار بالعمر يلي يصاب يلي يكون عن سكري أو في عندهم أمراض معينة تنكسية، فبيصير في عندهم تكلس في الصمام الأبهري مع الزمن بالتدريج شوي شوي، وهون هذا بيصيب الأعمار الكبيرة وخاصة الذكور وبعد 60-70 سنة من العمر. هلأ لما يكون الصمام فيه تضيق شديد أو قصور شديد، نحن في عنا معايير معينة في المرحلة الأولى من التضيق أو القصور يمكن معالجة المريض بالأدوية بحيث نسيطر على الأعراض ونسيطر على اضطرابات النظم ونحاول نخفف من الزل الجهدية لدى المريض. تمام.
لكن في المراحل المقدمة جدا ما عاد يفيد العلاج الدوائي، صار هون لازم نلجأ للجراحة ونبدل الصمام بصمام آخر. دكتور، قبل ما نروح مرحلة العلاج خلينا نحكي عن التشخيص. اليوم هذا المرض كيف ممكن يتشخص؟ بيكون بتحاليل، بصور، ولا ممكن بالتشخيص السريري يبين مع حضرتك؟ الوسيلة الأهم في تشخيص أمراض الصمامات هي الإيكو دوبلر ملون للعضلة القلبية. لا شك أنه تخطيط القلب قد يساعد، أحياناً استقصاءات معينة قد تساعد، لكن أهم عرض نحن عادة أثناء الفحص بنلاقيه في قصور أو تضيق الصمامات هي النفخة يلي نسمحها بإصغاء العضلة القلبية. حتى أحياناً هي النفخة قد تكون مجسوسة باليد. إذن أهم شيء هو النفخة إضافة للأعراض يلي حكيناها سابقاً. يتم تأكيد التشخيص دائما بتصوير القلب بالأمواج فوق الصوت وإيكو القلب مع الدوبلر ملون للقلب. نعم دكتور، يعني نحن حكينا أنه هي الأعراض شوي بتجي مشابهة لأمراض القلب، ممكن يقول المريض لا أنا بجوز عندي مشكلة بالغدة، عندي مشكلة بشيء لهيك عم يصير في عندي تسرع وبالقلب أو عدم القدرة على التنفس بشكل صحيح. ولكن خلينا نحكي إذا كان في عامل وراثي، إذا من جهة الأم ولا من جهة الأب، هل ممكن ينصاب الأبناء بانسداد أو بتليف بالصمامات؟ معظم الإصابات الصمامية عند الناس إصابتها معظمها هي أمراض مكتسبة بعد الولادة، نادراً وليست وراثية. نادراً ما تكون وراثية. نعم. هلأ في عنا أمراض معينة يعني قد تنتقل بالوراثة، يأتي الطفل مصاب بالتضيق مسبقاً، خاصة بعض الأمراض القلب الولادية المزرقة على سبيل المثال، أو مثلاً في ناس ممكن يكون عندهم تضيق أبهري من الولادة أو تضيق أو رتق حتى انسداد كامل في الصمام الرئوي أحياناً من الولادة، لكن هن الحالات قليلة كتير. لكن معظم الأمراض التي تصيب الصمامات هي تأتي بعد ولادة الإنسان ومع العمر، وتحدث بسبب معينة اللي نحن حكيناها. إذن هي معظم الإصابات يعني هي أمراض مكتسبة ولا علاقة لها بالوراثة. هلأ أنا بدي أحكي شغلة صغيرة، أحياناً يصاب الإنسان بقصور حاد في الصمام، هي تكون القصور الحاد الأعراض تظهر فجأة، ما في عنده المريض ما عاد يعني تأقلم للعضلة القلبية مصور، وهالشيء قد يحدث في انقطاع العضلة القلبية إذا صار انقطاع العضلة الحليمية إذا صار عند الإنسان احتشاء في عضلة القلب، أو نتيجة الردود التي يتعرض لها القلب أثناء يعني حوادث جارحة أو باضعة، فهون قد يصاب الصمام قصور حاد، وهون تظهر الأعراض بشكل صارخ وحاد، وهون يجب تدبير المريض بشكل سريع قبل أن تودي بحياته. دكتور خلينا نروح لموضوع العلاج بشكل مفصل، أيمت بيكون في علاج دوائي، أيمت بنروح على العلاج الجراحي، وإذا كان في علاج دوائي يا ترى ممكن يكون مدى الحياة؟ في بعض أمراض القلب يقولوا أدويتها بتكون مدى الحياة، فشو الوضع بموضوع مرض صمام القلب؟ الآن يعني معظم إصابات الصمامات يعني هي إذا كانت في قصور شديد أو تضيق شديد دائما يجب تقييم المريض بشكل دقيق. المريض اللي مصاب بتضيق على سبيل المثال في الصمام أو قصر خفيف أو متوسط الشدة، هدول المرضى معظمهم بيستفيدوا على العلاج الدوائي، ونحن نحاول لا نلجأ للجراحة إلا في ظروف معينة يتم خلالها تقييم الصمام بشكل جيد. إذا وصلت شدة التضيق مثلا لمرحلة معينة أو كان القصور يعني في مرحلة متقدمة وأثقل العضلة القلبية وأدى يعني إلى مرض اعتلال في العضلة القلبية، عندها نلجأ للجراحة. وهناك معايير معينة يراها الطبيب لتنجح العملية الجراحية، هناك معايير معينة لحتى نسمح للمريض يروح يبدل الصمام. إذا نحن مو رأساً نبدل الصمام أبداً، نحن بنلجأ أول شيء لضبط الأعراض على سبيل المثال ضبط سرعة القلب كما في الرجفان الأذيني، ضبط أعراض قصور القلب إذا كان في مرحلة متقدمة وفي قصور قلب. إذا العلاج الدوائي هو أساسي في المراحل الباكرة من إصابة الصمام، وكلما تقدم إصابة الصمام عندها نبدأ بإرسال المريض للجراحة. إذا أنا عندي صمام طبيعي أحاول أخلي هالصمام أستهلكه إلى أبعد حد ممكن بحيث ما أثر على العضلة القلبية،
وألجأ للجراحة في الوقت المناسب بحيث أحافظ على العضلة القلبية جيدة وأحاول أتخلص من الأعراض. شو هي هالمعاني؟ هي يعني شدة تضيق الصمام أو شدة القصور التي تصيب الصمام. لا نلجأ لتبديل الصمامات إلا في حالات التضيق والقصور الشديد، أو إذا كان في تضيق أو قصور متوسط الشدة ونحن بدنا نساوي عمل جراحي قلبي على سبيل المثال آخر، مثلا مريض في عنده ضيق بالشرايين ولقينا نحن أنه في عنده مشكلة بواحد من الصمامات، فنلجأ عادة للجراحة. والجراحة قد تكون إما بتبديل الصمام بشكل تام أو قد تكون بإصلاح الصمام إذا هالشيء كان قابل للإصلاح. نعم دكتور، خلينا لكان نحكي عن حياة المريض ما قبل التبديل ومن بعد العملية، يعني أكيد رح تختلف نمط حياته، رح يعني في ممارسات هو لازم يبتعد عنها. خلينا نحكي عن أبرز التعاليم يلي بناخدها ما بعد العملية للاستمرار، وهو أكيد العملية نتيجة 100%، إذا صار في نقص شوية ولا مبالاة من قبل المريض ممكن يرجع ينسد الصمام؟ الآن كل المرضى في مرحلة ما قبل تبديل الصمام بيلتزم. كلهم بيشكوا من تعب وزلة جهدية وعدم تحمل الأعراض وخفقان وعدم تحمل الجهد بشكل نهائي. فالحل هون هو إنهاء هالأعراض هي كلياتها بيكون بتبديل الصمام. وتبديل الصمام إما أن يتم بتبديل الصمام بصمام آخر صنعي أو بصمام حيوي، كل مريض يختار له الصمام المناسب. عموما عندما يتم تبديل الصمام تتحسن كل الأعراض عند المريض، يعني إذا في عائق أمام الدم لما يصير يروح العائق المريض يصير مرتاح، تنتهي اللهفة والزلة والتعب، ويعني تنتهي اضطرابات النظم الحاصلة ويصير المريض في أمان. الآن بعد تبديل الصمام حتى أنا أحافظ على هالصمام وعمله بشكل جيد يجب الالتزام بالعلاج الدوائي من ناحية، ويجب تمييع الدم حسب نوع الصمام. ومعظم والصمامات الصناعية دائما يكون تمييع الدم فيها بالوارفارين، ويجب مراقبة ميوعة الدم بشكل جيد ومضبوط حتى لا يحدث نزيف أثناء العلاج، أو أنه ما في تمييع وبهالحالة راح يكون الصمام معرض لأنه يصير عليه خثار، وإذا صار عليه خثار وهالخثار هذا ممكن يطلع للدماغ أو يروح لأي منطقة من القلب فيؤدي إلى احتشاء عضلة قلبية أو فالج. صحة. فدائما العلاج والاهتمام بالمريض بعد تبديل الصمام هو أساسي وضروري، ومراقبة تناوله للمميعات بشكل دائم مدى الحياة. والصمام خلص يعني انتهى ورح يضل مع المريض كل عمره، وكل المرضى تتحسن أعراضهم بعد انتهاء بعد تبديل الصمام إذا كان بدلناه. دكتور، في شائعة حضرتك لاحظتها من الأشخاص اللي بيجوا لعند حضرتك أو بشكل عام بالتشخيص أو بالعلاج أو أخطاء ممكن عم يرتكبوها مرضى ذاتهم بموضوع صمامات القلب؟ هلا أنا بدي أكد إنه شغلة مهمة جدا تشخيص مرض الصمام بسيط جدا، يعني شغلتين أساسيات بالفحص ممكن نشوف إصغاء نفخة موجودة، وبالإيكو دبلر ملون يتأكد التشخيص. طبعا في أعراض أخرى متعددة، على سبيل المثال كما في قصور مثلث الشرف بجوز يصير وذمات بالطرفين السفليين أو كبر بحجم البطن أو أعراض أخرى كثيرة. لكن بعد تبديل الصمام أهم خطأ يرتكبه المريض هو عدم تناوله للعلاج الدوائي. وهي الأخطاء اللي نحن بنشوفها، المريض الذي لا يلتزم بتناول الدواء ولا يلتزم بتناول المميعات قد يأتينا أحيانا بفالج، فهي الحياة يعني الموضوع كارثي بالنسبة للمريض. وهذا أكبر خطأ يرتكبه المريض. يجب إفهام المريض وإقناعه بعدم ترك الدواء نهائيا. في مرضى ما عندهم خلق ما بيحبوا ياخذوا أدوية العمر كله، فبيقول لك خلص أنا رجعت طبيعي ورجعت انتهى كل شيء فأنا فيني يعني أترك الدواء. فلما يترك الدواء صار خثار على الصمام وانطلقت صمة للدماغ راح المريض. نعم. يعني انعطب كل عمره. ولذلك هي أهم خطأ نحن نشوفه عند المرضى هو عدم التزامهم
بتناول الدواء بعد تبديل الصمام. نعم دكتور، كمان قديش لازم ينتبه على صحته؟ الكوليسترول كمان ما لازم يعلى، الانتباه الى الضغط لا يطلع وينزل. كمان خلينا نحكي يمكن كتير في عوامل ومؤشرات نحن ما بننتبه لها بحياتنا، وخاصة يمكن الكوليسترول هو يمكن اهم المشاكل يلي هلأ عم نشوفه كتير منتشر، مشاكل القلبية. هدول عوامل الخطورة يلي انت عم تحكي عنهم يلي هن السكري وارتفاع الكوليسترول والتدخين، هي بالاساس تؤثر على العضلة القلبية بشكل كامل وليس على الصمامات فقط، وخاصة على الشرايين التي تروي العضلة القلبية، وهي العوامل الخطورة يجب ضبطها بشكل كامل عند مرضى. فإذا مريض عنده سكري لازم نضبط سكر الدم، ونحن بنشوف عادة تكلس الصمام الأبهري وتضيقه عند المرضى السكريين يمكن يكون أكثر من غيرهم. التدخين هو عامل خطر كمان مستقل يجب تجنبه بشكل كامل. ارتفاع الشحوم الوراثية وارتفاع الكوليسترول هن عامل خطر كمان مستقل، سواء للصمامات العضلة القلبية وسواء لشرايين العضلة القلبية. فهدول كل عوامل الخطورة من ترك التدخين وضبط السكر وارتفاع سكر الدم وشحوم والكوليسترول الدم، هدول كلهم يجب ضبطهم بشكل جيد. نعم دكتور، بالختام أهم نصيحة كانت لحضرتك هي متابعة العلاج الدوائي، يمكن هي بتنطبق على كل أمراض القلب. بنشكرك كثير الدكتور حسن إبراهيم اختصاصي بالأمراض الداخلية والأمراض القلبية لوجودك معنا لليوم. شكرا كثير لكم، وأنا بحب أكد لكل المرضى أنه دائما يلتزموا العلاج الدوائي، وبحب أقول لهم يعني أي شكوى يشكوها لازم يراجعوا الطبيب، لأنه أحيانا ما بنلاقي غير إجانا المريض بآخر مرحلة من سوء وظيفة الصمام في آخر مرحلة. ولذلك هدول شغلتين مهمين، عدم ترك العلاج الدوائي ومراجعة الطبيب لمضحهم عند أي شكوى. نعم شكرا كثير لكل المعلومات اللي قدمت لنا إياها دكتور، وأكيد نتمنى السلامة لكل الناس. أما هلأ مشاهدينا فصار الوقت لننتقل إلى غرفة الأخبار للإطلاع على أهم المستجدات اللي عم تشهدها الساحة السياسية.